تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة. تبادلا سموهما خلاله الاتهان والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه الأيام على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والنماء. أكد سموهما عمق علاقات المحبة والأخوة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يجمع بينهما من وشائج قربة ومصير مشترك، داعين الله عز وجل أن يوفق كل الجهود التي تهدف إلى الارتقاء بروابط التعاون والتقارب بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة وتعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين.